امرأة وزوجها طافوا طواف الوداع، ثم إنهم وهم ذاهبون إلى مكان السيارة ليركبوا، وأثناء سيرهم في الطريق اشتروا بعض الأشياء، وهم يعلمون أنه يجب أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فهل عليهم شيء؟ إذا كان هذا الذي اشتروه لحاجة السفر، حوائج السفر، أو هدايا لأولادهم و من وراءهم، فلا يؤثر هذا على طواف الوداع. أما إذا كان هذا الذي اشتروه من باب الاتجار، اشتروا بضائع للتجارة، فإن هذا ينقض الوداع، وعليهم أن يعيدوه، لقوله صلى الله عليه وسلم أمروا أن يكون، قول ابن عباس رضي الله عنهما، أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والذي باع واشترى تجارة لم يكن آخر عهده بالبيت، فإن كان في مكة فيعيد الطواف، وإن كان سافر فإنه يكون عليه فدية، يكون عليه فدية بدلا عن طواف الوداع، يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم.